السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول للصف السابع. نتحدث اليوم عن الفعل المبني للمعلوم. معنى كلمة فعل كما أخذنا في الدرس السابق هو كل حدث مرتبط بزمن معين. وبما أننا نتحدث عن الحدث فالحدث يقسم بحسب الزمن إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. نقرأ المثال الأول: زرع الفلاح الحقل. زرع الفلاح الحقل، هذه جملة تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. إذا اكتملت الأركان الثلاثة للجملة الفعلية. المثال الثاني نقرأ: نشر رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات. نشر رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات، هذه أيضا جملة فعلية لأنها تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. الجملة الثالثة: يحترم الناس الصادق. نقول أيضا هذه جملة فعلية تتكون من أركان ثلاثة وهي فعلا وفاعلا ومفعول به. عندما أقول هذه الجمل جميعها فعلية ومبنية للمعلوم، ما سبب كلامي في أنها مبنية للمعلوم؟ السبب هو وجود الفاعل. فمن زرع الحقل إنه الفلاح. من نشر نتيجة الانتخابات إنه رئيس اللجنة. من يحترم الصادق إنه الناس. هذه كلها جمل مبنية للمعلوم بحيث فاعلها موجود. الآن ننتقل إلى المجموعة باء، وهي التي تتحدث عن المبني للمجهول. زرع الحقل، كيف عرفت أنها جملة مبنية للمجهول؟ أين الفاعل؟ أتساءل أين الفاعل؟ زرع الحقل، من زرع الحقل؟ هل موجود من زرع الحقل؟ لا نعلم. نشرت نتيجة الانتخابات، هل عرفت نتيجة، هل نعرف من قام بنشر نتيجة الانتخابات؟ لا نعلم، إنه مجهول. يحترم الصادق، هل نعرف من يحترم الصادق؟ أيضا مجهول، لا نعرف من هو الذي يحترم الصادق. نعود إلى الفعل، إلى الجملة الأولى: زرع الحقل. زرع الحقل الفعل فعل ماض يتكون من ثلاثة أحرف اللي هي الزين والراء والعين. زر، بما أنها من بما أنه الفعل ثلاثي يتكون من ثلاثة أحرف، فأنا أقول هذا الفعل. أنظر إلى المثال الأول في المجموعة ألف وأنظر ما هي التغيرات التي طرأت للفعل في المجموعة باء. أنظر إلى الحركات، فهي بضم، إذا الأول التغير الأول الذي حصل هي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. ضم الأول وكسر ما قبل الآخر في الفعل الثلاثي الماضي. أيضا أصبح المفعول به فاعل في مقام الفاعل، لكن لا يعرف فاعلا وإنما يعرف نائب فاعل، كما هو الحال بين المدير ونائب المدير. عندما يغيب المدير لسبب ما فإنه يحل مكانه نائب المدير الذي يأخذ جميع صلاحيات المدير في ذلك اليوم أو في تلك الفترة التي يغيبها. لكننا لا نطلق عليه اسم المدير وإنما نطلق عليه اسم نائبة، وهذا يحدث أيضا عندنا في اللغة العربية. في الجملة الثانية نشرت نتيجة الانتخابات، انظر إلى الفرق الذي حصل في بين نشر رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات ونشرت نتيجة الانتخابات. هناك فرق من حيث أولا نقوم بحذف الفاعل وهي كلمة رئيس، تحذف كلمة رئيس وتنقل الفعل، ومن ثم يحدث التغيير الثاني وهي بالحركات، فضم الأول وكسر ما قبل الآخر إذا كان الفعل ثلاثيا ماضيا والمفعول به يأخذ مكان الفاعل فيصبح نائب فاعل ويأخذ حركته أيضا. في المثال الثالث يحترم الناس الصادق، إذا أول شيء أقوم به هو حذف لتحويل الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. نحذف الفاعل فنحذف كلمة الناس ونضع يحترم الصادق بتغيير الحركات. طبعا المفعول به يحل مكان الفاعل ويسمى نائب فاعل. لكن هنا نرى أن الفعل فعل مضارع،
أي تختلف في الحركات عن الفعل الماضي، حيث أن الفعل الماضي كان كسر ما قبل الآخر، لكن في الفعل المضارع يحدث العكس وهو فتح ما قبل الآخر. نستنتج من ذلك أن واحد للتحويل من الجملة الفعلية المبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول أنها أولا نقوم على حذف الفاعل، ثانيا إذا كان الفعل ماضيا نقوم بتغيير الحركات للفعل الماضي بتحويل بضم الأول وكسر ما قبل الآخر إذا كان الفعل ماضيا، أما إذا كان الفعل مضارعا نقوم بضم الأول وفتح ما قبل الآخر. أتمنى أن أكون قد وصلت هذه المعلومة للجميع، وشكرا لكم.